حد جاي يشتري منك بطيخة وما يعرفش يشتري بطيخة، تمام؟ عايز يعرف يفرق بين البطيخة الحلوة والوحشة من غير ما يضحك عليه. اه ماشي. اللي هي تلاقيها واخدة لسعة صفرة كده، اه والبطيخة ما يكونش فيها عروق، تقول البطيخة تحس ان هي مقشفة شوية. دي البطيخة اللي هي تلاقيها الصح. بص البطيخة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. بطيخة الله اكبر عليها، حمار طيب وحلاوة كده. خلينا برضو نأكد للناس اللي بيسمعونا، تمام، البطيخة تبقى مدورة، واخدة شكل مدور كده. مش شرط مدورة، تمام. مش شرط مدورة، في اه زبون يحب المدورة وفي زبون عايز لا، انا عشان انقي البطيخة اللي طعمها حلو من جوه تطلع حمر زي كده، انقي الهاوية فيها ايه، عشان انت بتكلم أسوأ واحد بينقي بطيخ في الوطن العربي. و انقي البطيخة اللي فيها الزر ده كده تمام. وناشف. اه ايه البطيخة اللي تلاقيها طيبة؟ اللي كلها زر كده ومفروم. يعني مش ضروري ان هي لا مدورة او لا لا بتاع، لا هي فيها اللسعة الصفرة دي. انا بشوف ناس تمام. بتخبط على البطيخ، في سمعت يا حد فندم؟ بيجي كده يخبط على البطيخ كده كانوا زي الطبلة كده وبيختار تمام. بطيخة منه. يا شو هو بيعمل حركة للزبون. انا دلوقتي لما جيت خدت البطيخ طبلت عليها لا ولا خدتها على طول من البطيخ لا وقطعتها؟ لا، على طول بسم الله ما شاء الله. ما انا متأكد من حاجتي، مش هعمل كده. في بقى واحد يعمل افلام بقى يخبط على البطيخه والبطيخه دي مش عارف ايه. لا احنا هنا في ثقل اللي هي فيها البذره الناشفه دي، وصلت شايف ان اه انا عمره وفيها اللسعة الصفراء، اه، وفيها اللسعه دي كده، ومش شرط تكون البطيخه عجله تكون عوده. الشكل مش لا مهم الشكل بقى. ده طبيعي، ده حاجه بتاعت ربنا. احنا اهم حاجه ناكل البطيخه من جوه مش من بره. صح معلم احمد زويري، احنا طبعا بنشكرك جدا ونتمنى ان الناس تكون استفادت. ربنا بنأكد يستر لهم عليك يا رب. تاني ان البطيخة مش بشكلها ولا بالاستدارة بتاعتها، تمام. ان هي ما يكونش فيها عروق اهم حاجة، وفيها اللسعة بص يا الصفرة فندم، دي. واي مواطن بيجي ياخد بطيخه من عندي لو ما كانش زي كده مش هيحطها في الشنطه ولا نديها له. ربنا يبارك لك ويوسع عليك يا رب ان الله شاء الله. يكرمك. اشكرك جدا ماشي يا معلم احمد. حبيبي.